قال وزير خارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية السلاح الثقيل لوحدات حماية الشعب الكردية يشكل خطرا على وحدة وسيادة سوريا. جدد أوغلو رفض تركيا لمفهوم الشراكة المؤقتة بين أمريكا وهذه الميليشيات. إن هذه الخطوات خطيرة جدا بالنسبة لوحدة وسيادة سوريا. يجب علينا أن نتوقف عن ارتكاب هذه الأخطاء، وإذا كنا نبحث عن الاستقرار في مستقبل سوريا فإنه لا يمكن القبول بمفهوم الشراكة المؤقتة. ثبت ذلك في توقع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا أمنيا كبيرا في العراق، محذرا من حدوث عمليات إرهابية. يأتي هذا فيما قال قيادي بالحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إن العمليات العسكرية التي تقوم بها ميليشيات الحشد في المناطق الواقعة غرب نينوى هدفها تنظيف الحدود العراقية مع سوريا، وأن قوات الحشد ستتابع أي وجود للتنظيم خارج العراق يهدد الأمن العراقي. قصف لقوات لاجتياز الحدود العراقية لتحقيق الأمن للبلد تعيد إلى الواجهة تصريحات سابقة بأن التطورات قد تقتضي استكمال مهام الحشد بالدخول إلى سوريا. على الأرض تمتد خريطة الانتشار العسكري في سوريا المقابلة لمواقع قوة الحشد الشعبي من مدينة الملكية بريف الحسكة حتى نقطة الأجراش، حيث تسيطر وحدات حماية الشعب الكردية. ومن نقطة حدود الشهاب على جانبي الحدود السورية العراقية يسيطر تنظيم الدولة من أقصى شمال شرق سوريا حتى نقطة وادي الولج في البادية السورية قرب معبر التنف. ومن نقطة التنف حتى المثلث العراقي الأردني السوري يسيطر الجيش السوري الحر على المنطقة، أي أن قوات النظام السوري ليس لها أي وجود على الحدود السورية العراقية. في اليمن ارتفع عدد الوفيات بوباء الكوليرا إلى 532، بينما سجلت أكثر من 65 ألف حالة اشتباه بالمرض في المستشفيات والمراكز الصحية في 19 محافظة. وهذه هي الموجة الثانية من الوباء، وقد اجتاحت البلاد أواخر أبريل نيسان، بينما أعلن القضاء على الموجة الأولى من الوباء في ديسمبر الماضي وأودت حينها بحياة أكثر من 100 شخص. نشرة الأخبار من قناة الجزيرة، أهلا بكم. اتهمت المخابرات الأفغانية المخابرات الباكستانية وشبكة حقاني بتدبير الهجوم بسيارة ملغمة الذي هز اليوم العاصمة كابول. وقالت المخابرات الأفغانية في بيان إنها ستواصل تحقيقاتها وتنتقم لدماء شعبها. هذا وارتفع عدد ضحايا التفجير الذي وقع قرب مبنى السفارة الألمانية أمس إلى 90 قتيلا ونحو 400 جريح حسب تصريحات رسمية. وقد نفت حركة طالبان على لسان متحدث باسمها ذبيح الله مجاهد مسؤولية مسلحيها عن التفجير. انفجار ضخم هز صباح العاصمة الأفغانية كابول الأربعاء على موقع لتنظيم الدولة في قرية شنينة شرقية مدينة الرقة التي يسيطر عليها التنظيم. وذكر المصدر أن 8 من عناصر التنظيم بينهم قياديون ميدانيون قتلوا وجرح آخرون جراء اشتباك حصل في الموقع، كما تم تدمير سيارتين للتنظيم. وحسب هذا المصدر فإن التنظيم سارع بإرسال تعزيزات عسكرية للمكان. وذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة أن مركزي الاتصالات في مدينة الرقة توقفا عن العمل بسبب غارات أمريكية استهدفتهما بشكل مباشر. وبثت الوكالة صورا تظهر آثار الدمار في المبنى جراء مسلحي تنظيم الدولة في محيط منطقتي العباسية وتليلة جنوب شرق تدمر. فيما قالت وكالة أعماق أن التنظيم شن سلسلة هجمات انتحارية على رتل لقوات النظام السوري جنوب مدينة تدمر، كما دمر عربات لقوات النظام بصواريخ موجهة. تأتي هذه التطورات بعد ساعات من قصف الروسي في المنطقة، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن الغواصة كراسنودار والفرقاطة أميرال إيسين أطلقت 4 صواريخ مجنحة على مواقع لتنظيم الدولة قرب تدمر في سوريا، مؤكدة أن الصواريخ أصابت أهدافها.
توقع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا أمنيا كبيرا في العراق، محذرا من حدوث خروق أمنية يتسبب فيها العدو لتنفيذ ما وصفها بعمليات إرهابية. وأضاف العبادي في مؤتمر صحفي ببغداد مساء أمس أن تنظيم الدولة يعيش مراحله الأخيرة في العراق، وأنه يحاول إثبات حضوره من خلال القيام بهذه العمليات. لهذه المرحلة القادمة قد تشهد أمرين: تصعيد كبير بناء على النجاحات اللي حققناها بجانب الاستخباري، العدو لهذا بين فترة وفترة ربما يتمكن يسوي خرق ويقوم بمثل هذه العمليات الإرهابية، بس هاي مو معناها تراجعنا، فرق، لأن احنا بدنا نقضي عليه، بدنا نقتله، لأن